السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح محل يونت 2 الوحدة الثانية الدرسين الخامس والسادس من كتاب المعاصر أولى إعدادي ترم أول 2025. Let's get started. يونت 2 وحدتنا الثانية بعنوان My Network، يعني شبكتي أو شبكة اتصالاتي. يعني هنبدأ من بيج 94 صفحة رقم 94 Lessons 5 and 6 الدرسين الخامس والسادس. نقرأ مع بعض الفوكابيولاري المفردات. فن التصوير فوتوغرافي. فوتوغرافي احنا قلنا البي والاتش بتدينا الفا ساوند صوت حرف الاف. فوتوغرافي فوتوغرافي. صداقة فريندشيب فريندشيب فريندشيب. تحدي تشالنج تشالنج تشالنج. هادف او معبر مينينجفول مينينجفول مينينجفول. تواصل communication communication. تواصل communication. موسم season season season. طالب متفوق top student top student top student. منتدى او مجلة forum forum forum. فكرة او موضوع sim sim sim. موقع إلكتروني website website website. تعليق comment comment comment. يحتفل celebrate celebrate celebrate. أهداف goals goals goals. ينشر أو منشور post post post. وطبعا قلنا الرموز اللي ما بين الأقواس ال N معناها إن الكلمة دي noun اسم، والـ V معناها إن الكلمة دي verb فعل، أما الحروف دي اختصار adjective يعني صفة. نحل البوب كويز، ودي تدريبات على المفردات. هنكمل الجمل باستخدام comments يعني تعليقات، websites مواقع إلكترونية، meaningful يعني هادف أو ذو معنى، و goals أهداف، و forum يعني منتدى. She writes a story that has a lesson، يعني هي بتكتب او بتألف قصة ذات معنى، عايزين نقول هادفها يعني لها درس هادف. has a meaningful lesson، هي تكتب قصة لها درس هادف. طيب I always score many when I play football، يعني انا دايما بحرز الكثير من الايه عندما ألعب كرة القدم، كثير من الجولز الاهداف. All her friends كل أصحابها love her بيحبوها. She always هي دايما writes بتكتب positive A on her friends posts، عايزين نقول كل أصحابها بيحبوها لأن هي بتكتب دايما، عايزين نقول تعليقات إيجابية على منشورات صديقاتها، وتعليقات يعني comments. When I go online لما أنا بذهب أو بدخل على الإنترنت I visit a lot of A to get information، يعني عندما أدخل على الإنترنت بيبقى فيه الكثير من المواقع الإلكترونية للحصول على المعلومات، ومواقع إلكترونية يعني websites. نكمل المفردات. قدرة ability ability ability. رد reply reply reply. الواجب المدرسي school work school work school work. غير متصل بالإنترنت offline offline offline. أخبار news news news. محدد أو خاص specific specific specific. بطريقة أخرى أو مختلفة differently differently differently. عديد several several several. يخطط أو خطة plan plan plan. الطبيعة nature nature. الطبيعة nature. حقيقي real real real. ومع ذلك however however however. قلق worried worried worried. أهمية importance importance importance. يستمر continue continue continue. يمر أو عبر بس بس بس. الصفحة اللي قدامها 95 صفحة 95 رائع أو عظيم great great. فخور proud proud. رائع fantastic
fantastic. أخ brother, brother. واختصارها bro, bro. مميز أو خاص special, special. صغير السن little, little. الرموز التعبيرية emojis, emojis. Conjugation of irregular verbs تصريف الأفعال غير المنتظمة يتعامل deal, dealt, dealt. Deal, dealt, dealt. يسمح let, let, let. يسمع hear, heard, heard. بعد كده عندنا definitions تعريفات. تعريف كلمة website موقع إلكتروني هو a place هو مكان on the internet على الإنترنت where you can find حيث يمكنك أن تجد information معلومات or do activities أو تمارس أنشطة. Chatting الدردشة عبارة عن talking to someone in a friendly way often online يعني هو التحدث مع شخص ما بطريقة ودية غالبا عبر الإنترنت. Photography فن التصوير. The art or practice of taking pictures with a camera هو فن أو ممارسة التقاط الصور بالكاميرا. A challenge التحدي something that is difficult هو شيء صعب and tests your ability وبيختبر قدرتك. Communication التواصل هو the act of talking or writing to share information with others هو يعني بنقول هو الفعل اللي فيه بنتحدث أو بنكتب لمشاركة المعلومات مع الآخرين. An online forum منتدى عبر الإنترنت is when you come together with other people online هو عندما تجتمعون مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت to discuss عشان تناقشوا topic موضوع you are all interested in كلكم مهتمين به. Collocations متلازمات لفظية يكون صداقات make friends make friends يضع خطط make plans make plans يشعر بالقلق feel worried feel worried يقوم بأنشطة do activities do activities يقوم بتحدي do challenge do challenge يتصل بالإنترنت go online go online. Synonyms and antonyms مترادفات ومتضادات. Word الكلمة synonym المرادف و antonym أو opposite يعني المضاد أو العكسية. قلق أو متوتر worried worried بتساوي nervous nervous عكسهم هادي calm calm أو relaxed relaxed. رائع fantastic fantastic بتساوي amazing amazing أو wonderful wonderful عكسهم فظيع أو شنيع terrible terrible أو awful awful. بيج 96 صفحة 96 قوي strong strong بتساوي powerful powerful عكسهم ضعيف weak weak هادف أو معبر meaningful meaningful بتساوي useful useful عكسهم غير مفيد useless useless. يتعامل deal deal بتساوي manage manage عكسهم يتجاهل ignore ignore. Prefixes and suffixes مقاطع بادئة ونهاية. Communicate يتواصل لو أضفت لها اللحقة ION تبقى التواصل يعني تبقى إيه communication. طيب هنا حولنا من الفعل إلى اسم okay. طيب meaning معنى لو أضفت لها اللحقة FUL تبقى هادف أو ذو معنى meaningful. طب understand يفهم لو أضفت لها اللحقة ING تبقى فهم understanding. برضك understanding يعني فهم لو أضفت لها البادئة MIS تبقى سوء الفهم misunderstanding. Communication communication meaningful meaningful understanding understanding misunderstanding misunderstanding. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. We form the adjective احنا بنكون الصفة of the noun من الاسم meaning من الاسم معنى by adding the suffix عن طريق ان احنا نضيف اللاحقة FUL يبقى معناها كده ايه هادف او ذو معنى يبقى meaningful يبقى meaning معنى عايزة اخليها هادف او معبر او ذو معنى اقول ايه meaningful. طب the synonym المرادف of the word fantastic مرادف كلمة مدهش is ايه كلمة wonderful رائع. To get the noun عشان تحصل على الاسم of the verb من الفعل communicate يتواصل we add the suffix بنضيف اللاحقة ION تبقى communication التواصل. The antonym عكس of the word strong عكس كلمة قوي is إيه كلمة ضعيف اللي هي weak.
we add the suffix احنا بنضيف اللاحقة ايه to form the noun عشان نكون الاسم from the verb من الفعل understand يفهم اضيف لها ing تبقى understanding يعني الفهم. Important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر هامة في page 97-97. أولا الـ expressions التعبيرات أصدقاء مقربين closer friends closer friends بنت ذات 15 عاما a 15 year old girl a 15 year old girl تحدي التصوير الفوتوغرافي لمدة 30 يوم a 30 day photography challenge a 30 day photography challenge بنت بنفس عمرها a girl of her age a girl of her age توقف عن الرد stopped answering stopped answering يقدم هدايا مميزة give special presents give special presents أحسنت well done well done أتمنى لك عيد ميلاد رائع have a great birthday have a great birthday دائما في عوني he is always there for me he is always there for me وجها لوجه face to face face to face طب البريبوزيشنز حروف الجر مشترك in common in common يركز على focus on focus on يتعامل مع deal with deal with بطريقة ودودة in a friendly way in a friendly way يسمع من hear from لأجلي for me for me فخور بي proud of proud of جيد في good at good at يتحدث عن talk about talk about يشارك معلومات مع share information with share information with بعد كده عندنا reading and listening skills مهارات القراءة والاستماع بيج 99 صفحة 99 والreading عندنا النهاردة القراءة الموضوع بتاعها بعنوان friends online أصدقاء على الإنترنت سلمى a 15 year old girl سلمى البنت اللي عن عمرها 15 سنة طبعا هنا ما قلتش 15 years old girl عشان خاطر دي صفة هنا ال 15 سنة دي صفة للبنت فعشان كده ما قلتش years قلت year بس وحطيت شرطة ما بين 15 و year و old تمام ما حطيتش اس هنا عشان دي تعتبر صفة للبنت البنت اللي عمرها 15 سنة يبقى تاني بقى سلمى البنت اللي عمرها 15 سنة from Egypt من مصر سلمى بنت عندها 15 سنة من مصر طب love the photography بتحب التصوير الفوتوغرافي she often هي كثيرا او غالبا shared بتشارك her photos صورها on a website على موقع الكتروني for young photographers لشباب المصورين one day ذات يوم she got a comment حصلت على تعليق from Ashley من بنت اسمها Ashley a girl of her age from Australia بنت Ashley دي في سنها في سن سلمى وهي من استراليا who liked عجبها her photos الصور بتاعتها they started chatting بدأوا يدردشوا and found out واكتشفوا they had a lot of a lot in common يعني هم اكتشفوا ان في حاجات مشتركة بينهم كتير They both loved taking pictures of nature. يعني هما الاثنين بيحبوا يلتقطوا صور عن الطبيعة. Soon يعني وبعد فترة وجيزة they were talking every day. بدأوا يتحدثوا كل يوم. كل يوم بيتكلموا and decided وقرروا to do a 30 day photography challenge. وقرروا ان هما يقوموا بعمل تحدي في التصوير الفوتوغرافي لمدة 30 يوم معا. Together every each day بقى كل يوم they had to take هما يعني يجب عليهم كان يجب عليهم هما يلتقط صورة take a photo on a specific sim يعني كان يجب عليهم ان هما يلتقطوا صورة كل يوم صورة حول موضوع معين and share it وشاركوها they enjoyed هما استمتعوا the challenge بالتحدي and became واصبحوا closer friends اصدقاء مقربين However مع ذلك one day في يوم من الأيام Ashley suddenly Ashley فجأة stopped answering Salma's messages يعني بيقول لك وفي يوم من الأيام فجأة توقفت Ashley عن الرد على رسائل سلمى سلمى felt worried سلمى شعرت بالقلق she sent several messages أرسلت عديد من الرسائل but there was no reply لكن لم يكن هناك رد سلمى felt sad سلمى شعر بالحزن that their friendship إن صداقتهم might be over ربما تكون انتهت
سلمى couldn't focus on her school work. يعني لم تتمكن سلمى من التركيز على واجباتها المدرسية or her photography أو فن التصوير الفوتوغرافي اللي هي بتحبه. After talking with her mother, بعد ما اتكلمت مع مامتها, سلمى decided, قررت سلمى to send a message, إنها ترسل رسالة letting Ashley know that she was there for her. يعني قررت إنها تبعت رسالة وتقول لأشلي يعني إنها موجودة من أجلها. هاي أشلي, أهلا يا أشلي. كتبت إيه بقى؟ she wrote, كتبت أهلا يا أشلي, I hope you are okay, أتمنى إن أنت تكوني بخير. If you need someone to talk, لو أنت عايزة حد تتكلمي معاه, to I am here, أنا هنا for you, من أجلك. A few more days passed, يعني مرت بضعة أيام أخرى. And finally, وأخيرا, Ashley replied, ردت Ashley. She explained that she had been dealing with some difficult family news and needed some time offline. يعني بقى وضحت لها بقى وقالت لها إن هي كانت بتتعامل مع بعض الأخبار العائلية الصعبة, كان عندها مشاكل في العيلة يعني, وكانت محتاجة بعض الوقت بعيدا عن الإنترنت. سلمى was happy, سلمى كانت سعيدة to hear from Ashley again, كانت سعيدة بسماع أخبار أشلي مرة أخرى. They talked about what had happened and made plans to continue their challenge. يعني قعدوا يتحدثوا عما حدث وحطوا خطة لمواصلة التحدي. سلمى وضعوا خطط لمواصلة التحدي. طب سلمى and Ashley now had a better understanding of the importance of communication and being there for each other. الوقت سلمى وأشلي بقوا أكثر فهما لأهمية التواصل والتواجد مع بعضهم البعض. They knew, هم عرفوا, that their friendship, إن صداقتهم though online, يعني عبر الإنترنت, was real, كانت حقيقية, and meaningful, وذات معنى أو هادفة. يعني بالرغم من الصداقة بتاعتهم ديت يعني كونها عبر الإنترنت إلا إنها حقيقية وذات معنى. قلبنا الصفحة, عندنا درس الريدينج الثاني, بيج 100 صفحة 100, وهو عن مازنز بوست أباوت ميدوز بيرثداي. تدوينة مازن عن عيد ميلاد ميدو, وميدو ده أخوه, في واحد باعت تدوينة لأخوه. فمازن بيقول إيه؟ Happy birthday to my fantastic brother ميدو, يعني عيد ميلاد سعيد لأخي الرائع ميدو. He is 15 today, هو النهاردة بيبلغ من العمر 15 سنة. He is a great brother, هو أخ رائع, because he is always there for me and our little sister when we need help. هو أخ رائع لأنه هو يعني دايما بيبقى موجود من أجلي ومن أجل أختي الصغيرة عندما نحتاج إلى المساعدة. Thanks, شكرا برو, شكرا يا أخي. And of course, وطبعا we all know, كلنا نعلم, he is a top student, كلنا عارفين هو طالب متفوق. And also an amazing football player, ولاعب كرة قدم مذهل. 16 goals last season for our school team, يعني هو أحرز 16 هدف في الموسم الماضي لفريق مدرستنا. Well done ميدو, أحسنت يا ميدو. I am so proud of you, أنا فخور جدا بيك. Have a great birthday, يعني أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أو عيد ميلاد رائع. في بيج 100 صفحة رقم 100, choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. عمر could climb the mountain, استطاع عمر تسلق الجبل. It is a difficult, طبعا ده كان تحدي صعب. Difficult challenge. Chatting يعني دردشة. Website موقع إلكتروني. وphotography اللي هو فن التصوير. My teacher, المدرس بتاعي, wrote useful on my work, المدرس بتاعي كتب ايه جميل على عملي المدرسي, يعني كتب تعليقات جميلة, تعليقات يعني comments. Teams, فرق. Designs, تصميمات. Seasons, يعني مواسم او فصول. He is a talented football player, هو لاعب كرة قدم موهوب. He scores a lot of goals, هو بيحرز الكثير من الايه, من الاهداف. goals, هو بيحرز كثير من الجولز. experiments, تجارب علمية. Boats يعني شعراء. Websites, موقع الكترونية. لا, he scores, هو بيحرز a lot of goals, كثير من الاهداف. بيج 101 صفحة 101. I will my birthday with my friends at home, أنا سوف أحتفل بعيد ميلادي مع أصدقائي في البيت. ويحتفل يعني celebrate. sell يبيع. communicate يتواصل. وsend yourself. They have been friends for years, يعني هم أصدقاء منذ سنين. What an amazing, يا لها من صداقة رائعة,
يبقى هنا عندنا كلمة صداقة أو علاقة صداقة اللي هي friendship. study وذاكر, experiment يعني تجربة علمية, project مشروع. She sent several messages, هي أرسلت العديد من الرسائل, but there was no, بس ما كانش فيه رد, ورد يعني reply. challenge تحدي, guest ضيف وفوتو صورة. سلمى and Ashley now had a better understanding of the of communication. سلمى وأشلي لديهم فهم أفضل لأهمية التواصل. أهمية يعني importance. statues تمثيل, photography فن التصوير, وcomment يعني تعليق. I felt very a when my friend stopped replying to my messages. يعني أنا شعرت بإيه جدا عندما توقف صديقي عن الرد على الرسائل. شعرت بالقلق الشديد, very worried, إن أنا قلقان جدا. calm هادي, excited متحمس, ويوسفول يعني مفيد. they shared their new photos, هم شاركوا صورهم الجديدة. on the إيه, على إيه, على الموقع الإلكتروني. on website, موقع إلكتروني. هنا field حقل, building مبنى, office مكتب. He is an honest student, هو طالب أمين. And we are a of him, ويعني كلنا فخورين به. فخور يعني proud. Worried colic, upset منزعج, وفيمس مشهور. She wrote a nice A on my last post, هي كتبت A لطيف في يعني على منشور الأخير. كتبت A, كتبت تعليق لطيف على المنشور بتاعي الأخير. تعليق يعني comment. season موسم أو فصل. celebration يعني احتفال. website موقع إلكتروني. means talking to someone in a friendly way often online, يعني معناها ان انت تتحدث بشكل ودي مع شخص غالبا عبر الانترنت. ده كده الدردشة اللي هي chatting. sharing المشاركة, meeting الاجتماع, و searching البحث. is the act of talking or writing to share information with others, يعني هو ان تتكلم او تكتب وتشارك المعلومات مع الاخرين. والفعل اللي انت بتكتب فيه او بتتكلم فيه وبتشارك المعلومات مع الاخرين ده اسمه التواصل مع الاخرين اللي هو الكوميونيكيشن. exploring اكتشاف, understanding تفهم, وchallenge تحدي. twins التوأم have many things common, يعني التوأم بيبقى لديهم الكثير من الأشياء المشتركة. in common. you have to with your problems don't give up, يعني يجب عليك ان انت تتعامل مع مشكلاتك لا تيأس. يتعامل يعني deal. my A with Ayman is very strong, صداقتي مع أيمن قوية جدا. وصداقة اسمها ايه, friendship. وهنا في بيج 102 صفحة 102 في عندنا writing skills, مهارات الكتابة. السوشيال ميديا بوست, لو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتعمل في ايه, write short phrases, بتكتب عبارات قصيرة فيه. you don't need a whole sentences, انت مش محتاج الى جمل كاملة. ممكن تستخدم use informal language, تستخدم لغة غير رسمية زي thanks bro, شكرا يا أخي, بدل ما تقول brother ممكن تقول thanks bro. كمان انت ممكن تستخدم emojis, تستخدم الرموز التعبيرية اللي هي مثلا زي دي كده عشان تعبر عن ما تشعر به. مثلا الرمز التعبيري ده للفاني, ان تكون شيء مضحك يعني, او smiley faces واسمها دي وجوه مبتسمة. ممكن تستخدم hearts القلوب to show you like someone, عشان تبين ان انت بتحب شخص ما. طيب ده طبعا بيقول لك how to write a social media post, كيفية كتابة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. بنستخدم علامات التعجب دي عشان نأكد ان احنا بنمزح يعني, تمام. وبيقول لك تذكر you must be 13 or older before you are allowed to have a social media account, تذكر انه يجب ان تبلغ من عمر 13 سنة او اكتر ليسمح لك بالحصول على حساب الكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي. اقل من كده لا, ما ينفعش. وفي بيج 103 صفحة 103 هنا بيقولك بعض العبارات اللي انت ممكن تستخدمها لما تكون بتهني حد لحدوث شيء جيد في حياته. يعني مثلا واحد نجح حفل زفاف, مثلا عيد ميلاد, ممكن تقوله ايه مثلا في عيد ميلاد, ممكن نقول هابي بيرثداي. بس في المناسبات الحلوة التانية ممكن نقول congratulations, مبروك او تهنينة. congratulations, congratulations. ممكن تقوله well done, احسنت, well done, أنا فخور بك,
I am so proud of you مثلا أنا فخور جدا بيك أو تقول له happy for you I am very happy for you أنا سعيد جدا من أجلك ممكن تقول له have a great day مثلا لو واحد رايح مكان معين تقول له أتمنى لك يوم رائع have a great day طبعا أكتر حاجة مستخدمة في التهنئة إن أنت تقول للشخص إيه congratulations مبروك أو مثلا لو عمل حاجة كويسة نجح مثلا تقول well done أحسنت في بيج 104 صفحة 104 في جنرال اكسرسايزز تدريبات عامة on lessons 5 and 6 على الدرسين الخامس والسادس أول سؤال هنا listening listen and answer the questions استمع وأجب عن الأسئلة نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة سلمى was 15 year old girl from Egypt loved photography she often shared her photos on an online website for young photographers طب how old was سلمى؟ سلمى كان عندها كم سنة زي ما سمعنا عندها 15 يبقى نقول she was هي كانت 15 years old عمرها كان 15 سنة where was سلمى from؟ هي منين سلمى كانت؟ كانت من مصر she was from Egypt What did سلمى love? سلمى كانت بتحب ايه؟ هي حبت التصوير الفوتوغرافي. She loved photography. Where did she often share her photos? يعني هي غالبا كانت بتشارك الصور بتاعتها فين؟ في موقع الكتروني للشباب المصورين. يبقى on and online website for young photographer على موقع الكتروني لشباب المصورين Come read the following dialogue اكمل المحادثه التاليه طلعت and مازن طلعت ومازن are talking about بيتحدثان عن the importance أهمية of social media أهمية وسائل التواصل الاجتماعي فطلعت بيقول what do you think إيه رأيك of social media في وسائل التواصل الاجتماعي قال له I think أعتقد هنرتب بقى الكلام ده أعتقد إنها مفيدة I think it is useful لا هنا helpful أعتقد إنها helpful رتبنا بس الكلام اللي ما بين الأقواس أعتقد إنها مفيدة وسائل التواصل الاجتماعي helpful مفيدة why think it is helpful هيقوله لماذا تعتقد أنها مفيدة لماذا يعني why do you think لماذا تعتقد it is helpful إنها مفيدة قاله because it helps عشان بتساعد me helps me بتساعدني communicate ان انا اتواصل with other people مع الاشخاص الاخرين فقال له you have friends online هيقول له هل لديك اصدقاء عبر الانترنت عشان الاجابه هنا بيس هيقول له do you have friends هل انت عندك اصدقاء online عبر الانترنت فطلعت قال له Do you have any hobbies in common؟ هل انتوا عندكم أي هوايات مشتركة ما بينكم يعني؟ فيقول له Yes, yes I do هنا I do هندخلها بجملة Yes I do أيوة عندي وبص يعني كلنا like photography بنحب إيه التصوير الفوتوغرافي قال له Where do you share the photos you take؟ يعني انتوا بتتشاركوا بقى فين الصور اللي بتلتقطوها؟ هو قال انا بشاركها بشاركها على موقع الكتروني هيقول I share them بشاركهم on websites there are many famous websites يوجد كثير من المواقع الالكترونيه for young photographers لشباب المصورين match the words to their definitions وصل الكلمات بتعريفاتها photography فن التصوير هو عبارة عن هنا عندنا the art الفن or practice أو ممارسة of taking pictures التقاط صور with a camera بكاميرا يبقى أول حاجة هنوصلها ب يبقى دي number one okay طيب challenge التحدي something that is difficult هو شيء صعب and tests your ability وبيختبر القدرة بتاعتك
ويب سايت الموقع الإلكتروني. A place هو مكان on the internet على الإنترنت where you can find ممكن تجد فيه information معلومات or do activities أو تمارس أنشطة. طيب بعد كده communication التواصل هو عبارة عن the act of talking هو فعل التحدث or writing أو كتابة to share information لتشارك المعلومات with others مع الآخرين. الصفحة اللي قدامها 105 صفحة 105 choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. Can you use the dishes after lunch please؟ هل يمكنك غسل الأطباق بعد الغداء من فضلك؟ طبعا عندي هنا ده طلب. و can هل يمكنك أن بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى can you wash هل يمكنك أن تغسل. The story القصة was كانت إيه؟ We learned a lesson from it إحنا تعلمنا منها درس، فهي كانت هادفة أو ذات معنى، هادفة يعني meaningful. A or an is a place هو مكان on the internet على الانترنت where you can find you حيث يمكنك أن تجد information معلومات or do activities أو تمارس أنشطة. اسمه ده الموقع الإلكتروني الويب سايت. هنا exhibition معرض تشالنج تحدي وبيكري ملبس. Is my favorite hobby A هوايتي المفضلة. I can take pictures أستطيع أن ألتقط صور with my camera بالكاميرا بتاعتي. يبقى ده اسمه ايه بقى هوايتي المفضلة؟ اسمه التصوير الفوتوغرافي الفوتوغرافي. I plans for the summer vacation يعني انا خططت للاجازة الصيفية، يبقى I made plans قمت بعمل خطط made plans. I thought انا اعتقدت it was ان هو كان a bird before I touched the statue أنا اعتقدت إنه طائر حقيقي قبل أن ألمس التمثال حقيقي يعني real. سلمى was سلمى كانت إيه and happy وسعيدة when she knew لما عرفت her exam results لما عرفت نتائج الامتحانات. طيب سلمى كانت إيه مستريحة relaxed كانت relaxed. سلمى كانت مستريحة وسعيدة عندما عرفت نتائج الامتحان. I am sure أنا متأكد you can with your problems correctly أنا متأكد إنك يمكنك التعامل مع مشكلاتك بشكل صحيح ويتعامل يعني deal deal with يتعامل مع. طب turn off the laptop سلمى يعني هو هنا طلب بتقول لها ممكن تغلق اللابتوب يا سلمى. هنا الطلب بيبقى طبعا بجيب الفعل المساعد في الاول وبعدين الفاعل ممكن استخدم will او كان. هنا هستخدم will يبقى will you. A is something هو شيء that is difficult بيبقى صعب and tests your ability وبيختبر قدرتك. ده التحدي اللي هو ايه challenge التحدي. conversation يعني محادثة message رسالة ويب سايت موقع الكتروني. لا احنا هناخد challenge تحدي. سؤال كوريكت سؤال التصحيح. Can you send me a story to read هل يمكنك أن ترسل لي قصة لكي أقرأها؟ طبعا بعد كان بيجي الفعل في المصدر ويرسل اسمها send المصدر بتاعه. Will you talk us to the theme park dad هل يمكن أن تأخذنا لحديقة الملاهي يا بابا؟ طبعا بعد will بيجي الفعل في المصدر فالمصدر بتاع talk اللي هو take يأخذ. She can work now because she is tired. هي تستطيع أن تعمل الآن بسبب أنها متعبة ولا لا تستطيع أن تعمل الآن بسبب أنها متعبة؟ فبدل كان تستطيع خليها كانت لا تستطيع. طيب You can bring the cake from the bakery. Of course I can. هل يمكنك أن تحضر الكيك أو التورتة من المخبز؟ قال طبعا أستطيع. ده طلب وفي الطلب ببدأ بالفعل المساعد وبعدين الفاعل فأنا هبدل بس ما بينهم أقول can you هل تستطيع أن. Write a social media post اكتب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي to congratulate لكي تهنئ your friend صديقك on his birthday بعيد ميلاده of 80 to 100 من 80 ل 100 words كلمة. الإيميلات والباراجرافات محلولة في page 309 في صفحة 309 في نهاية الكتاب. في بيج 107 صفحة 107 complete the following dialogue أكمل المحادثة التالية. مازن and his grandpa مازن وجده are talking about selling things online
بيتحدثان عن بيع الأشياء عبر الإنترنت. فمازن بيقول له جرانبا يا جدي why don't you sell some of this old furniture online؟ يعني لماذا لا تبيع بعض من هذا الأساس القديم عبر الإنترنت؟ فجده قال له I don't know how، أنا ما أعرفش إزاي. سأل الجد سؤال فقال له مازن yes نعم it's safe as long as you follow a few rules، يعني نعم إنه آمن طالما إنك بتتبع بعض القواعد. فهو الجد هيقول له هو آمن يعني إن أنا بيع عبر الإنترنت؟ هيقول له is it safe، هل هذا آمن؟ قال له آه آمن طالما أنت بتتبع إيه بعض القواعد. فالجد سأل سؤال فقال له yes I can، نعم أستطيع. first أول حاجة always دايما use a well known website، استخدم دايما موقع إلكتروني معروف. طيب يبقى الجد هيقول له إيه، ممكن تخبرني بالقواعد دي؟ يعني can you tell me what they are، ممكن تقول لي هما إيه القواعد دي؟ can you tell me what they are، ممكن تقول لي القواعد دي؟ قال له أول حاجة إن أنت تتعامل أو تستخدم موقع إلكتروني معروف. What do you want to sell؟ أنت عايز تبيع إيه يا جدي؟ فقال له حاجة. وبعد كده مازن قال له great رائع. Can you give me information، ممكن تعطيني معلومات about the table، عن المنضدة؟ هو يبقى هو قال له عايز يبيع المنضدة دي أو الترابيزة دي. طيب هيقول مثلا الجد I want أنا أريد to sell ان انا ابيع this table هذه المنضدة، انا عايز ابيع الترابيزة دي. قال له طب ممكن تديني معلومات عن الترابيزة دي؟ مثلا ممكن يقول له دي ترابيزة مثلا كبيرة وقديمة بس بحالة جيدة مثلا. هيقول له well حسنا this is a large table، دي ترابيزة كبيرة مثلا from زي ما هما جالنا طبعا في الدرس بتاعنا from مثلا 1970s من السبعينات it's in a good condition، وبحالة جيدة. فبعد كده مازن قال له اوكي حسنا now الان another very important rule، في قاعدة تانية مهمة جدا is don't share personal information، هو انك ما تشاركش معلوماتك الشخصية مع حد يعني. ففي الاخر الجد بقى هيشكره هيقول له thanks مازن، شكرا يا مازن. thanks مازن. اخر حاجة معانا النهاردة general exercises، تدريبات عامة on unit 2 على الوحدة التانية page 108 صفحة 108. اول سؤال استماع listen and choose the correct answer، استمع واختار الاجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئلة. ميدو is my brother، he is 15 years old، he is a top student in his class، he is a football player، he always scores many goals. طيب زي ما سمعنا ميدو is the speakers، ميدو ده يقرب لإيه للمتحدث؟ أخوه. يبقى A speakers A brother. ميدو is a student، هو طالب متفوق top student. ميدو is a player، هو لاعب كرة قدم football player. he always scores many، هو دايما بيحرز العديد من الأهداف many goals. complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. أماني is asking دينا، أماني بتسأل دينا about her sister ماجدة، عن أختها ماجدة. بتقول لها hello دينا، أهلا يا دينا، I like your photo on social media، أنا عجباني الصورة بتاعتك على إيه وسائل التواصل الاجتماعي. فالتانية هتقول لها، هترد بس التحية الأول hello دينا، هتقول لها hello أماني، وبعدين هتقول لها thank you شكرا لك. هي بتقول انا عجباني الصوره بتاعتك اللي على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي، هتقول لها ثانك يو شكرا لك. هو از ان ذا فوتو ويز يو، هي مين اللي معاكي في الصوره؟ احنا عرفنا من راس السؤال هي بتتكلم عن اختها، فهتقول لها شي از ماي سيستر، هي اختي. هي اختي. قالت لها يور سيستر ريلي لوك لايك يو، اختك يعني حقا تشبهك.
سألتها سؤال فقالت لها she is 13 years old، هي عندها 13 سنة، يبقى هي هتقول لها عمرها كم سنة؟ How old is she؟ كم عمرها؟ How old is she؟ عندها كم سنة؟ عندها 13. سألتها سؤال فقالت لها she is called ماجدة، اسمها ماجدة، يبقى هتقول لها اسمها ايه؟ What's her name؟ سوري دي حرف ال N، okay. What's her name؟ okay دي N. What's her name؟ اسمها ايه؟ ممكن تقولها What is she called؟ تمام؟ يعني ماذا تدعى أو تسمى؟ فقالت لها اسمها ماجدة. What is her hobby؟ ايه هوايتها؟ She is a great photographer، هي مصورة فوتوغرافية رائعة، يبقى هنقول هي بتحب فن التصوير. She likes photography، هي بتحب فن التصوير. خلي بالكم زي ما قلنا في السؤال دوت واتس هير نيم اسمها، وممكن تقول ممكن تقول اجابه تانية يعني، تمام؟ ممكن بعد السؤال ده ممكن لو حبيت تقول اجابه تانية زي مثلا وات، زي ما قلت من شويه وات از شي كولد، ماذا تسمى او ماذا تدعى، فصح برضه عشان قالت شي از كولد ماجدة، تسمى ماجدة، فممكن تكتب دي او دي، الاثنين هتحسبوا صح يعني. Read and complete، اقرا واكمل. هنكمل الجمله باستخدام celebrate، يحتفل، my milky، I انا، وجستس ضيوف، وفاميلي اسره. Last weekend، عطله نهايه الاسبوع الماضيه، اللوكسور في الاقصر، my cousin اميره، بنت عمي اميره، got married، تزوجت، to ايمن، من ايمن. It was a really fun day، كان يوم حقا ممتع. I have a large family، انا عندي اسره كبيره، and more than half of the wedding guests، واكتر من نص الضيوف او المعازيم were members، كانوا اعضاء او افراد of my family، في اسرتي. I loved seeing my whole family، انا احببت رؤيه كل الاسره come together، وهم جايين مع بعض to ايه؟ عشان ايه؟ عشان يحتفلوا، to celebrate with اميره، مع اميره، and ايمن، وايمن. I saw aunts، انا شفت عماتي and uncles، وعمامي who live a long way، اللي بيعيشوا على بعد مسافه طويله from us، مننا، and who don't see very much، واللي انا ما بشوفهمش كتير، who I، يبقى هنا ثلاثة I، don't see very often، ما بشوفهمش كتير. This is a photo، دي صورة of me، ليا، next to أميرة، بجوار أميرة، and some of a cousins، وبعض من أبناء عمي، يبقى some of my cousins، my number 4. صفحة 109، read the following، اقرأ التالي، then answer the questions، وأجب عن الأسئلة. My friend Nadia and I met online through a photography website، يعني تعرفت على صديقتي ناديا عبر الانترنت من خلال موقع للتصوير الفوتوغرافي. We both كلانا love taking pictures، بيحب التقاط الصور of nature، للطبيعة. Each day، كل يوم we had to take a photo، كان يجب علينا ان احنا نلتقط صورة on a specific theme، يعني يكون علينا ان احنا نلتقط صورة حول موضوع معين. And share it، ونشاركها. We decided، احنا قررنا to start a 30 day photography challenge together، احنا قررنا ان احنا نبدأ تحدي تصوير فوتوغرافي لمدة 30 يوم معا. Taking a picture، نلتقط صورة every day، كل يوم، and sharing them online، طب هنتشارك صور كل يوم يعني، ونتشاركهم او نشوفهم مع بعض عبر الانترنت، يعني نشاركهم عبر الانترنت. We enjoyed that challenge، احنا استمتعنا بالتحدي، and became closer friends، واصبحنا اصدقاء مقربين. We communicate، احنا تواصلنا through messages، عن طريق الرسائل، and chatting، والدردشة. Sharing our photos، وكمان كنا بنتشارك الصور بتاعتنا، and ideas، والافكار. Even though we live far، خلاص بقى احنا قلنا خلاص، رغم ان احنا بعاد عن بعض، بس مشتركين في هواية التصوير الفوتوغرافي مع بعض. طب we knew that our friendship though online was real and meaningful. طيب بيقول بقى ايه، او هي بتقول ايه، احنا كنا نعلم ان صداقتنا على الرغم من كونها عبر الانترنت الا انها كانت حقيقية وذات معنى. أول سؤال، the opposite of the underlined word start، عكس كلمة start يبدأ is A، is end، ينتهي.
The other night word الكلمة اللي تحتها خط our refers to our ملكنا بتشير لإيه؟ بتشير لنادية وصديقتها نادية and her friend. What is the main idea of the text؟ الفكرة الرئيسية للنص sharing online يعني التشارك في الهوايات عبر الإنترنت يبقى sharing hobbies online. Do you think Nadia and her friend are good friends؟ تعتقد أن نادية وصديقتها أصدقاء جيدين؟ هنقول yes I think so. نعم أعتقد ذلك. طب summarize the text in one sentence. لخص النص في جملة واحدة. طب ممكن نقول إيه؟ We can make a real and meaningful friendship through internet. إن إحنا ممكن نعمل صداقة حقيقية وذات معنى أو هادفة عبر الإنترنت. We can make a real and meaningful friendship من خلال الانترنت او عبر الانترنت through online. طب بعد كده بيقولك how does Nadia communicate with her friends؟ ازاي نادية بتتواصل مع اصدقائها؟ طيب تعالوا نطلعها من الفقرة. Through messages عن طريق الرسائل and chatting والدردشة sharing photos مشاركة بلاش اور دي sharing photos مشاركة الصور and ideas والأفكار ودي كده تبقى إجابة number 6 إجابة السؤال السادس. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. The guests الضيوف enjoyed استمتعوا the food بالطعام and the music والموسيقى in the wedding في وليمة الزفاف wedding reception. Will you me organize the files؟ يعني هل يمكنك أن تساعدني في تنظيم الملفات؟ طبعا بعد will بيجي الفعل في المصدر يبقى أقول will you help. Grandparents live with us يعني هنقول أجدادي بيعيشوا معانا يبقى my grandparents. آخر بيج 110 beds السراير وtables الترابيزات and chairs والكراسي are kinds of a نوع من أنواع الإيه من أنواع الأساس الـ furniture. Whose ball is this بتاعت مين الكرة دي؟ It's a ball إنها يعني ملك هادي تخص هادي. طيب عايزين هنا أبوستروفي إس الملكية بعد الاسم يبقى نقول إيه؟ هادس بول. He likes to take photos هو بيحب يلتقط صور فوتوغرافية. He is هو إيه؟ A photographer هو مصور فوتوغرافي. سؤال الكوريكت سؤال التصحيح. This is Adam's brother ده أخو آدم. He name is فريد اسمه فريد ملكه هو عايزين صفة ملكية للمذكر يبقى نقول his name اسمه. Will you close the window please ممكن تقفل الشباك من فضلك يبقى will you بعدها بيجي الفعل في المصدر يبقى close بس نشيل الايه الإضافة يبقى close. ممكن تغلق الشباك من فضلك. It's the fisherman net دي شبكة الصياد عايزين هنا apostrophe اس الملكية الشبكة دي بتاعت الصياد يبقى هنضيف بس apostrophe اس بعد كلمة fisherman يبقى fisherman's دي شبكة الفيشرمانز نت شبكة الصياد. Do you help me please? You yes I can. يعني هل يمكنك أن تساعدني من فضلك؟ نعم أستطيع ذلك. طبعا هنا الفعل مساعد اللي أنا مجاوب بيه هو اللي سائل بيه. تمام في الطلب طبعا بقى إيه بطلب بي كان. Write an email اكتب ايميل to your friend سامي لصديقك سامي about social media عن وسائل التواصل الاجتماعي. Your name is إبراهيم اسمك إبراهيم and your email address وعنوان بريدك الإلكتروني موجود أهو وادي your friend's email address وادي عنوان صديقك الإلكتروني. طبعا في from من مين بكتب البريد الإلكتروني بتاعي دوت في to بكتب البريد الإلكتروني بتاع صديقي هنا وسبجكت الموضوع طبعا الموضوع إيه السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ده هيبقى تالت حاجه. طبعا الايميل ده محلول في بيج 309 صفحه 309 في نهايه الكتاب. خلصنا سيشن النهارده تمنياتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.